اجمل ناس في الدنيا. يا ريت اللي لسه ما اشتركش في قناه اخبار الفنانين مع نادين يشترك عشان يعرف كل الجد ويحط اللايك والكومنت. اجمل من امهم، اولاد حلا الشيحه الاربعه مع والدتهم خطفوا الانظار وابهروا الجميع والجمهور الكبيره شبهك قوي. بعد اثاره الجدل من الفنانه حلا الشيحه وظهورها اكتر من مره بدون حجاب ومرات اخرى بالحجاب، وده اللي خلى احدى المتابعات تسال حلا الشيحه عن الحجاب، فردت عليها حلا الشيحه وقالت لها الحجاب شرف، يا رب انا بحاول وربنا يتقبل. ثم اختفت الفنانة حالة شيحة بعد السؤال أيام، وعادت مرة تانية بصورة تجمعها مع أبنائها الأربعة وهما هنا وخديجة وأحمد وعائشة من زوجها السابق الكندي يوسف هاريسون. وبعد نشر الصورة نالت العديد من الإعجابات والتعليقات من الجمهور، حد كتب لها ما شاء الله ولادك زي القمر، وآخر كتب طبعا لازم يطلعوا عسلات طالما مامتهم نحلة، وآخر كتب الكبيرة فيها شبه مني الكبير قوي يا نجمة، واخر ربنا يخليهم ويحفظهم ويحرسهم.